معاكم اهم الكلام والمنشطات اللي نشوف النادي الاهلي اتقال عليه ايه، لكن على مواقع الانترنت. الموقع الرسمي للنادي الاهلي كارتيرون تابعت مباريات مصر ومالي والمغرب للاطمئنان على اللاعبين الدوليين. كارتيرون مواجهه صيف صعبه وقادرون على التعامل مع اجواء اللعب في الجزائر. في الجول كارتيرون: أعرف أجواء الجزائر ولست جديدا عليها وثقتي في لطفي لم تهتز. يلا كورة: طبيب الأهلي ليس هناك عائق للسفر صلاح محسن للجزائر. موقع المصري اليوم: الأهلي يؤدي تدريبات قوية عند وفاق سطيف. بوابة الشروق: الأهلي يحسم موقفه النهائي من أزمة عقد الرعاية. بوابة الشروق: الأهلي يدرس علاج علي معلول في ألمانيا. بوابة فيتو أجايي: يعود من نيجيريا اليوم لاستكمال برنامجه التأهيلي في الأهلي. بوابة الوفد: تدريبات تأهيلية لرباعي الأهلي على هامش الميران الجماعي. الموقع الرسمي للنادي الأهلي: الأهلي يواجه المصرية للاتصالات وديا الثلاثاء. بعثت سلة الأهلي تصل لبنان للمشاركة في بطولة الحريري. بعثت إلياد تتوجه للمغرب استعدادا لبطولة أفريقيا. سباحة الأهلي تواصل حصد الذهب في بطولة بلغاريا.